أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على أهمية المعارض الدولية المتخصصة بالشأن العسكري والدفاعي وما تشكله من فرصة لتبادل التجارب والخبرات في المجالات العسكرية، لافتا سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية المتخصصة، مشيدا سموه بالنجاح الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 والذي تمكن من أخذ مكانة بارزة في صناعة المعارض الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والذي يؤكد الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك الأداء زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث قام سمو بجولة اطلع خلالها على عدد من الشركات المشاركة في المعرض وما تحتويه الأقسام المختلفة من أحدث نظم الدفاع العالمية والصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية. ونوه سمو بمستوى هذا المعرض الدولي وما يضمه من شركات عالمية تعرض أحدث التكنولوجيات العسكرية الحديثة، والذي يعتبر منصة دولية لعقد الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية للشركات المتخصصة من مختلف دول العالم. وأكد سمو أن مشاركة قوة دفاع البحرين في المعرض تعكس العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما وصل إليه التعاون المشترك بين البلدين وبخاصة في الشأن العسكري والدفاعي من مستويات متقدمة، متمنيا سمو لدولة الإمارات المزيد من التوفيق والنجاح في استضافة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تعزز مكانة المنطقة. هذا وقد رافق سمو خلال الزيارة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، وسعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.